قصة القرد والمرآة هي قصة مسلية للأطفال مقدمة لكم من قناة الرشدية بالمعروف بأنه يحتوي علي أجمل قصص أطفال قبل النوم، وتحكي القصة عن قرد يحصل علي مرآة فتكون سببا له في الحصول على مكانة عالية عند الأسد فمذا حدث يا ترى هذا ما سوف في القصة. ذات مرة كانت هناك امرأة عجوز تعيش في إحدى القرى وكانت تعيل نفسها ببيع بعض الأشياء مثل الصابون والمشط والمرايا حيث تضعهم في سلة لبيعهم. وكانت تشتري هذه الأشياء من سوق المدينة وفي يوم من الأيام، وهي عائدة من المدينة، شعرت بالتعب الشديد، فجلست تحت شجرة ضخمة في منتصف الغابة ووضعت السلة على الأرض. ثم أخذت تأكل بعض الخبز الذي اشترته من المدينة وبعد ذلك خلدت إلى النوم قليلا ونامت نوما عميقا من شدة التعب. وفي تلك الأثناء، هناك قرد يجلس على الشجرة ورأى المرأة وهي تأكل الخبز ومن بعدها خلدت إلى النوم. وحين رأى المرأة نائمة، نزل القرد من على أعلى الشجرة وبدأ يبحث في السلة عن شيء لياكله. حاول أكل الأمشاط والصابون، ولكن لم يستطع ذلك فما أخفي المرآة وكان على وشك أن يعضها ولكن حينها رأى نفسه في تلك المرآة. نقطة فتفاجأ وأصابه الذهول. ثم بدأ يقلب المرآة من الخلف ولا الأمام وشعر بالسعادة وراح يقوم بأمور سخيفة ومضحكة كحك رأسه والنظر إلى المرآة في واحد واستمر على تلك الحال لفترة من الزمن وحين استيقظت المرآة من نومها أخذ القرد مرآتين من السلة وهرب بعيدا وعندما رأت المرآة ذلك قامت بتجميع الأغراض المبعثرة في السلة ومن ثم عادت مسرعة إلى قريتها وبعدها جلس القرد على أحد الأشجار وراح يحدق في المرآي ونسي كل ما حوله، وراح يقوم ببعض الأشياء الغريبة، ومنها تحريك يريه وحك رأسه وهو ينظر إلى المرآة. وتلك الأثناء، شاهد ذئب القرد وهو يقوم بتلك الحركات الغريبة، فتوجه إليه وقال له، ما هذا الذي بيدك؟ وماذا تفعل؟ حين سمع القرد ذلك، خاف وراح يتسلق أعلى الشجرة، وإنما هو يتسلق بسرعة، وقعت إحدى المرايا وسقطت على الأرض. ثم قام الذئب بتجميع أجزاء المرآة ونظر إليها ومن خلال للمرآة رأى ذئبا آخر يشبه تماما النقطة ثم فكر الذئب وقال هذا القرد مخادع إنه يريد خداعي أنا هنا حاكم هذه الغابة لماذا يريد أن يحضر حاكما أخرا لهذه الغابة وهذا يعني أنه يريد أن يتخلص مني وهذا غير مقبول ثم ذهب الذئب إلى الثعلب الذي كان بمثابة وزير في الغابة وأخرج المرآة ثم قال الثعلب سيدي الوزير انظر كيف قرر ان يخوننا القرد واعطى الذئب المراه للثعلب فاصيب الثعلب الذهول حين راى نفسه في المراه وقال اذا هكذا الامر لقد قرر القرد ان يخوننا يبدو انه اختار ثعلبا اخر ليكون وزيرا غيري هذا امر غير مقبول ثم ذهل الثعلب والذئب الى ملك الغابه الاسد الذي كان نائما وقام الثعلب والذئب بإيقاف الاسد وقال له ما حدث معهم سيد الملك لقد اعلن القرد خطه ضدنا جميعا ونحن جنة الاوفياء عليك ان تساعدنا وحين سمع الاسد ذلك لهم بغضب ماذا حدث وبعد ذلك قاموا باعطاء المراه الى الاسد وحين راى الاسد صورته في المراه شعر بالقلق ثم قال بكل غضب ان هذه الخطه ليست ضدكم فقط إنه يخطط أن يجلب ملكا جديدا لهذه الغابة لن ندعه ينفذ هذا المخطط هيا أقتلوه في الحوال ثم ذهب الجميع إلى الشجرة حيث يسكن القرد وحين رأوا القرد شعروا بالغضب الشديد وفي تلك الأثناء كان القرد يحمل مرآة أخرى ويقوم ببعض التصرفات المضحكة ثم قال أسول للقرد الذي كان يلهو بالمرآة من دون أن يراهم أنت أيها الخائن تعال إلى هنا سوف أقطعك إرباً وحين راى ذلك القرد شعر بالخوف واخذ يقفز من شجره الى اخرى وفي تلك الاثناء سقطت المراه الثانيه على الارض وتكسرت من هي الاخرى ركض الاسد والثعلب نحو المراه المكسوره وحينها راوا انفسهم في تلك المراه المتكسره واصيب الجميع بالذهول ثم فكر الاسد بنفسه قائلا هذا قرد غير عادي يا للأسف لقد قام بإحضار العديد من الحيوانات حتى وإن قتلنا القرد لن نكون قادرين على قتل كل هذه الحيوانات علينا أن نتصالح معه ثم قال الأسد الثعلب أذهب وقابل القرد في الحال وقل له أنني قد عينته جسوسا في هذه الغابة بعد ذلك ذهب الثعلب إلى القرد وأخبره بما قاله الأسد وحينها شعر القرد بالسعادة وشكر المرآية لفضلها في كونها ساعدته أن يحصل على منصب في عرين الأسد